في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية، تواصلت فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية. شملت المبادرة توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل في المناطق الأكثر احتياجا. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. في إطار المشاركة الاجتماعية لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة فعاليات المبادرة التي أطلقها مأمور أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. بشكر وزارة الداخلية وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين بحضور شهر رمضان الكريم. بشكر وزارة الداخلية وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين. هنا مصر اللي عشناها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها، هنا مصر. ربنا يبارك ويبارك له. شكرا قوي على الافضل بتاعكم. دي سيد رئيس الجمهورية، كل سنة وانت طيب، شهد عليك الايام بخير. احنا بنشكركم جميعا وبنشكر سيادة الرئيس. كل سنة طيبين. دي سيد الرئيس، احنا بنشكر سيادة الرئيس، شكرا جزيلا ان هو فاكرنا. بنشكرك يا رئيس. كل سنة طيب الحاج، وكل سنة طيب ودايما فاكرنا وكتر خيرك. كل سنة طيب. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف، كل سنة وانت طيب. ربنا يبارك يا اخي يا مصر. هنا مصر اللي عشناها، نشكر سيادة الرئيس ونقول له بارك الله فيك وتعبينك معانا، وتحيا مصر، تحيا مصر. انت مصريين الحمد لله في النهايه. كل سنه وانت طيب يا سعاده الرئيس. كل سنه وانت طيب وانت بألف صحه وسلامه. ربنا يخلي الرئيس ويبارك. بنشكر السيد الرئيس ان افتكرنا بيدية رمضان في المكان اللي احنا عايشين فيه، بنشكر سعادة المأمور انه وصلنا لحد هنا. كل سنة وانت طيب. حرصت المأموريات على التوجه الى المواطنين في المنازل والمزارع واماكن العمل لضمان حصولهم على هذه المساهمة الفاعلة من وزارة الداخلية. السلام طيب وتعودك يا مخير. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب ما يريد وإحنا بنحب مصر. تشكر أنت جيتوا لحد هنا، يا رب يخليك وصوت مصنعي، يا رب يخليك ويبارك فيك يا رب. أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر. أنا كنت في الغيث، وصلت لقيت الزفاف جم عليا وسلمونا كرتونه وقول لي كل سنه وانت طيبه بمناسبه الشهر رمضان. نشكر رئيس الجمهوريه وزاره الداخليه على الهديه الحلوه دي. مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد من المبادرات الإنسانية التي يمتد صداها إلى كل ربوع الوطن لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ورسم البسمة على وجوههم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه أسمى معاني التكافل الاجتماعي.
شاكرين جدا للشرطه وشاكرين جدا لشرطه الرئيس، وبقول له كل سنه وحضرتك طيب. يا رب يحفظكم ويحفظ مصر ويحفظ شعب مصر العظيم من كل مكروه وسوء يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. ربنا يخليكوا ليا يا رب، حاجه ما تنقطعش لكم ابدا، تتنكوا جايين لي وتدوكوا عمر على عمركم وما ينكسرش خاطركم لا انتوا ولا الرئيس ابدا.